مساء الخير، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج باورتك، المتخصص باخبار التكنولوجيا والسرعه، واللي حنتابع فيه مجموعه من الاخبار التكنولوجيه والتطور والجيم نيوز والتطبيقات والكثير. بس فاصل صغير ومنبلش. جهاز لوحي متطور من شركة ديل العالمية يعمل باستخدام نظام ويندوز 8.1 الجديد. هالجهاز اللوحي يحمل اسم فينيو 8 برو، وهو مزود بمعالج انتل اتوم متطور رباعي النواة يعمل بتردد 1.8 جيجا هرتز، وبذواكر وصول عشوائية بسعة 2 جيجا بايت. وبيمتلك الجهاز كاميرتين، الأمامية بدقة 1.2 ميجا بكسل لالتقاط صور السيلفي ولمكالمات الفيديو، أما الخلفية فهي بدقة 5 ميجا بكسل، وهي طبعاً لالتقاط الفيديو وللتصوير الذاتي. أما بالنسبة لسعة التخزين الداخلية، فبإمكانك زيادة سعة التخزين تبعه بسهولة كتير باستخدام دعم قارئ البطاقات المتوفر مايكرو اس دي لبطاقات اس دي اكس سي و اس دي اتش سي. يعتبر فينيو 8 برو واحد من أهم اللوحيات الرائعة يلي بيتميز بسرعة أدائه وتصميمه الرائع، فبيمتلك شاشة لمسية متطورة بمقاس 8 إنش، ويمكن التنقل من خلاله عن طريق النقر أو التمديد أو السحب أو الضغط على الشاشة متعددة اللمس. Make more moments. Moments where you keep going. Moments where you come together. Moments where you learn. Here we go. Moments where you follow your dreams. Moments where you're needed. Moments where you connect. For the here and now and for tomorrow. Get more out of moments with the lightweight Dell Venue 8 Pro, powered by an Intel quad-core Atom processor. أطلقت كوداك اليوم وبشكل رسمي كاميرتها الجديدة واللي حملت اسم بيكس برو، المخصصة لعشاء المغامرات واللي بتتميز بامتلاكها عدسة ذات قدرة على التقاط صور بزاوية رؤية 360 درجة، والصور الملتقطة يمكن عرضها بسهولة من خلال تطبيق متوفر لأجهزة أندرويد وآي أو إس.
بعد ما أعلنت سامسونج من فترة وبشكل رسمي عن إطلاق الفابلت جالكسي نوت 4. أطلقت من أيام شركة فيتنامية إصدار ذهبي منه بعيار 24 قيراط، واللي من المتوقع أنه يشق طريقه لكثير من الأسواق العالمية خلال الفترات القادمة. أشارت أحدث التسريبات الواردة حول الملحق الفريد مايكروسوفت باند إلا أنه حزام اللياقة المذكور تم رفع الستار عنه، وهو مزود بمجموعة من أجهزة الاستشعار المتطورة واللي بيبلغ عددها 10. ويعتبر مايكروسوفت باند من أكثر أحزمة اللياقة يلي توفرت بالأسواق العالمية التطور لحد هلأ، ويأتي هذا نتيجة امتلاكه حساسات متطورة تتيح قياس معدل ضربات القلب للمستخدم ومستويات الإجهاد ومستوى التعرض للأشعة فوق البنفسجية، إضافة لتوفره بثلاث أحجام متوافقة مع أنظمة التشغيل أندرويد وآي أو إس وويندوز. الحزام مزود كمان بتقنية جي بي إس لتحديد المواقع، وبطارية مزودة باستطاعة 100 ميلي أمبير بالساعة. هذا يعني أنه الحزام بيتيح للمستخدم تشغيله لفترة 48 ساعة متواصلة من غير ما يضطر لإعادة شحنه. أما هلا بنكون وصلنا لفقرة جيم نيوز، واللي حنتابع فيها آخر أخبار الفيديو جيم العالمية، بس بعد الفاصل الصغير.
موعد إطلاق للعبة Lord of the Fallen، لعبة الفانتازيا واللي إجت قريبة كتير لنمط اللعب من اللعبة الشهيرة Dark Souls. اللعبة أخذت تقييم 7.4 على موقع IGN وتقييمات مقاربة كتير من المراجعات. اللعبة قادمة لأجهزة بلاي ستيشن 4 وإكس بوكس والحاسب الشخصي. From a realm of darkness, the armies of man were laid waste before them. Nothing could stand in the path of the Rogar. All seemed lost as shadow fell upon the world. I have been offered redemption. But at what price to my soul? My task? To defeat the Rogar lords and their demon armies. Lay waste to their domain and drive them back to eternal damnation. For I am Harkin. Warrior. Rogue. Wielder of magic. Bringer of death. I will atone for my sins. I will journey into darkness. I will face the lords of the fallen and claim victory for mankind. أصدرت من أيام شركة بيوسوفت عرض تشويق جديد للعبة أساسنز كريد بعنوان تايم أند مولس. Assassin, watch out. The French Revolution simulation is collapsing. I don't know what time period you'll land in, but you need to get out of there. Run! بعد ما طرحت شركة ريفيو لعبتها الجديدة Angry Birds Transformers الشهر الماضي بشكل محدود متاحة للتحميل في كل من فنلندا ونيوزيلندا وكندا وأستراليا، أعلنت الشركة اليوم عن توفر هي اللعبة الجديدة لجميع المستخدمين حول العالم عبر متجر جوجل بلاي. وصلنا لعالم السرعة والتشويق مع فقرة أوتوموتيف نيوز لنعرف كل شيء جديد بعالم السيارات والمحركات، ورح نبدأ هالفقرة مع شركة أيرون موبيل واللي كشفت عن نسخة حديثة لسيارتها القادرة على الطيران.
قدمت شركة هوندا اليابانية سيارتها الاختبارية الجديدة هوندا سيفيك تايب آر ضمن فعاليات معرض باريس للسيارات. وبتحمل سيارة هوندا سيفيك تايب آر هاتشباك ملامح رياضية بطابع شبابي معاصر. فزودت السيارة بصادمين أمامي وخلفي عريضين وبجناح خلفي ضخم، وبتمتلك هي نسخة من سيارة هونداي سيفيك تايب آر محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر مع شاحن توربيني بيولد قوة 276 حصان. نشرت شركة نيسان اليابانية فيديو إعلاني بيظهر سيارتها نوت داخل كرة زوربينغ عملاقة يتم دفعها لأسفل المنحدر. وتهدف نيسان من وراء هذا الإعلان إظهار ميزات السلامة والأمان المتوفرة بسياراتها الجديدة. مع أخبار السيارات منكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. لاستفساراتكم ولا تتواصلوا معنا تابعونا على الفيسبوك على الرابط الظاهر على الشاشة أمامكم. بشوفكم الخميس الجاي مع أخبار ومعلومات جديدة. تبقوا بألف خير.